هو شوفوا هني التحبيب بالصلاة هذه أهم خطوة تربوية احنا لازم نقوم فيها. ولذلك احنا كيف نحببهم بالصلاة؟ طبعا في عدة أفكار، لكن أقوى 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 فكرة أن الطفل يشوف الأم والأب يصلون معه. هذه أقوى فكرة، أن القدوة تصلي، وهذا مؤثر. الأمر الثاني، في كثير أفكار مثلا لما أسمع الأذان أقول له لحظة بابا خل ردد ورا الأذان، فشذي قاعد أعطي احترام للأذان. الأمر الثالث، بمجرد ما يأذن لازم الطفل يشوفني أنا كأم أو كأب، على طول بسرعة يا أتكلم في الصلاة يا أستعد للصلاة، فيشوفني وأنا رايح أتيدد وقاعد أجهز نفسي للصلاة. هاي ثلاثة. أربعة، نحاول قدر الإمكان نضبط مواعيدنا على الصلاة. طبعا هاي تربية غير مباشرة، يعني مثلا طفل عمره مثلا 6 سنين 7 سنين كيفكم يعني، يلا يا ماما متى نروح نزور صديقنا مثلا، ها نقول له خلاص بابا صلي العصر ونروح نزور. شفت ايش قاعد اسوي انا؟ انا ما اقول له الساعه 4، لا اقول له نصلي العصر ونروح نزور، فانا قاعد اضبط الموعد على الصلاه. طيب انا وصلت ابني او بنتي في مكان وقاعد يلعب، اقول له شوف بابا راح نلعب الحين ليه اذان العشاء، إذا أذن العشاء ترى ينتهي من اللعب. إذا أنا قاعد أضبط المواعيد بالصلوات. هذا قاعد يدرب الطفل، قاعد يخلي الطفل ارتباطه الروحي حتى في الحياة يصير يبرمج نفسه على الصلاة، ويصير يرتب مواعيده على الصلاة. نصلي وني أول موعد صلاة، بدل ما يصير موعد الساعة 3، الساعة 2، 1:30، كذي يكون الطفل شرب موضوع الصلاة، شاف قدوة، ووقت الأذان شاف احترام، بعدين قاعد يشوف السرعة في الأداء بسرعة، يعني أذن الظهر 12 مو أروح أصلي أنا الظهر الساعة 2 الظهر. كذي الطفل لما سمع الأذان الساعة 12 وشاف الأم ماخذة راحتها، تدخل المطبخ تطلع من المطبخ قاعدة فاتحة التلفون تتابع فيسبوك ولا انستغرام ولا كمبيوتر ولا غيره، معناته الطفل هني قاعد يتربى على أنه الصلاة مو مهمة، ولا بالضرورة أني أنا أصل أكون حريصة على الصلاة. ولذلك أكثر اللي يسألون طيب ليش عيالنا لما يكبرون يتكاسلون في الصلاة، الجواب أن شافونا لما كانوا هم صغار شافونا إحنا نتكاسل في الصلاة، ما شافونا أن أول ما يأذن نروح نصلي، وبالتالي هم تربوا على التكاسل، وإحنا جزء من تربيتنا لهم قاعدين نربيهم على التكاسل.